استقبلت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة السيد عثمان فؤاد بلبيسي مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال اللقاء أكدت سعادة وزيرة الصحة التزام مملكة البحرين الراسخ باحترام وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، لافتة إلى الجهود المستمرة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع. وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع بحث تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وتبادل التجارب والخبرات، حيث قدمت سعادة الوزيرة إيجازا عن المنظومة الصحية في المملكة وما يتم من عمل دؤوب لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية لكافة أفراد المجتمع ودون تمييز.